وقل يخرج الله، وهو ميزان حقيقي بخلاف المعتزلة، فإنهم يقولون إنه ميزان غير حقيقي، وإنما معناه إقامة العدل، إقامة العدل، فهو ميزان معنوي معناه العدل بين العباد. ليس لهم إلا عقولهم، لأنهم لم يروا الميزان فهم ينكرونه، ولا يؤمنون بالغيب، لا يؤمنون بالغيب، وهذه آفة الاعتماد على العقول، لأن المؤمن لا يعتمد على عقله، هو العقل لا يلغى، العقل دليل لكن لا يكون هو كل شيء، هناك أشياء لا يدركها العقل، الأمور المغيبة لا يدركها العقل، فلا تحكم عقلك فيها، وإنما يعتمد فيها على العلم فقط. فهذا وجه إنكارهم له على مذهبهم، إن اللي ما يشاهدونه ولا يرونه إنهم ينكرونه أو يؤولونه بغير معناه، هم ما يقدرون ينكرون الميزان لأنه ورد في القرآن، والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. لا يقدرون ينكرون الموازين، لكن يفسرونها ويحرفونها عن معناها، كعملهم في سائر النصوص، يحرفونها يغيرون معناها الصحيح. أما أهل الحق فإنهم يؤمنون بها على حقيقتها، ويكلون كيفيتها إلى الله جل وعلا. نعم.